بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول فن الدعاء. رأينا أن الدعاء له آداب، وكلما تمسكنا بهذه الآداب نحو الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة ولبس البياض وتقديم العمل الصالح ولو كان ذكرا أو صلاة على النبي أو ركعتين أو صدقة، وعدم التعدي في الدعاء وعدم الدعاء بظلم، رأينا أن هذا يكون أرجى عند الله سبحانه وتعالى عندما يخلص الإنسان دينه، عندما يخلص الإنسان عبادته، عندما يثق بما في يد الله سبحانه وتعالى، عندما يستحضر القلب، وعندما لا يتعدى في الدعاء ويجزمه جزما. كل هذه الأمور تعلمناها في لقاءاتنا المتكررة. اليوم نبدأ في قضية الدعاء من حيث هذه الجهات الأربعة المتعددة، بعد استكمال أمر مهم وهو الإصرار والجهر بالدعاء. هناك دعاء بصوت جهوري عالي مثل ما يتم في خطب الجمعة وفي الخطوة التي تحث الناس على الجهاد وعلى الدفاع عن الأرض والأوطان وما أمرنا الله أن نحافظ عليه من المقاصد الخمسة. وهناك أيضا دعاء في السر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما رآهم تعلو أصواتهم وهو يعلمهم الأدب الراقي: إنكم لا تدعون أصم، أربعوا على أنفسكم. وكلمة أربعوا على أنفسكم أي اذكروا الله سبحانه وتعالى وادعوه في أنفسكم، بحيث أنك تسمع نفسك، وهذا يكون أكثر إخلاصا، وكأنه سر بينك وبين ربك، فيكون أرجى بالقبول. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قمة ذلك فيقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. إذن فموطن السجود حالة لما فيها من أن أحدا لا يسمعك، الذي يسمعك هو من توجهت إليه بالإخلاص وبالعبادة، هو الله. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، إذن هذه حالة مرضية. الله سبحانه وتعالى علمنا كثيرا في هذه الجهات الأربعة، وهي جهات الأشخاص والأحوال والزمان والمكان، والتي سنذكر لكل حال منها عدة لقاءات حتى نبحث عن سر فن الدعاء فيها. أول هذا الأمر هو الأشخاص. من الأشخاص الذين كتب الله استجابة دعائه، والله كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى لو كان فاجرا.
وهناك حديث حتى لو كان كافرا المظلوم فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب من المظلوم ولو كان فاجرا. فإني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. المظلوم يبقى إذن نحن خرجنا عن حد العدل، والعدل أمره الله سبحانه وتعالى، أمرنا به حتى مع غير المسلمين وحتى مع غير المؤمنين أصلا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ربنا أمرنا ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، سواء أكان هذا العدوان على جارك أو على قريبك أو على غريب أو على أحد من البشر. إذن في نصيحة علي للأشتر النخعي وهو يوجهه إلى مصر: فإنك تأتي فترى فيها من كان أخا لك في الدين أو شبيها لك في الخلق، ويأمره بأن العدل أساس الملك، ولذلك فالظلم الذي هو ضد العدل مصيبة من المصائب تستوجب استجابة الله للدعاء حتى من غير المؤمنين، لأن هذا الملك الذي هو لله وحده بني على العدل، العدل أساس الملك. وقال علماء الإسلام إن الكافر العادل خير من المسلم الظالم، لأن الكافر العادل في النهاية فعل ما أمره الله به من عمارة الدنيا ومن العدل بين الناس، والمسلم الظالم عصى الله فيما أمره، أمره أن يعدل فلم يعدل. ومن هنا كان من أسرار فن الدعاء أن تتقي دعوة المظلوم، وألا تدعو بظلم، ولكن إذا كنت مظلوما فادعو الله سبحانه وتعالى بالفرج، وادعو الله سبحانه وتعالى لا بظلم، حتى لو كنت مظلوما ادعوه أن يزيل عنك الظلم، أن يرد عليك حقك، أن يهدي من ظلمك. ولكن ادعو الله في مظلمتك تكن مستجاب الدعاء. فدعوة المظلوم دعوة في غاية الأهمية، ومثل دعوة المظلوم وشبيهة بها دعوة المضطر. عندما تضيق السبل وعندما تنتهي الأسباب وعندما تفعل كل ما أمرت به من هذه الأسباب تصبح مضطرا، والمضطر معناه ما لم يتناوله الإنسان هلك أو قارب على الهلاك. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ليس لها من دون الله كاشفة. فإذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وقد فعلت كل الأسباب فإنك مضطر، كأنك مظلوم، ولذلك يستجيب الله الدعاء للمظلوم وللمضطر. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.